السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معانا على فلسطين. اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا من ربوع فلسطين. احنا اليوم رح ناخذكم في جولة مميزة ورائعة في مدينة نابلس جبل النار. رح ناخذكم جولة في أزقتها وفي البلد القديمة لحتى نتعرف على تاريخها وأهم الحارات في البلد القديمة. خليكم معنا وأهلا وسهلا فيكم ويلا معنا على فلسطين. يلا امشوا معنا على فلسطين، على فلسطين، انظر بالأقصى نادانا متى راجعين، متى راجعين. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. متابعينا الكرام مرحبا فيكم من جديد، راح نبلش معكم جولتنا في البلدة القديمة في مدينة نابلس. راح ندخل من الجهة الغربية للبلدة القديمة، وهذا المكان أو هذا المدخل هو حارة الغرب. طبعا هذا المكان ميزه وجود هذا المسجد القديم، أسس تقريبا قبل أكثر من 130 سنة في العهد العثماني والمسمى بمسجد الخضر. رح ندخل معكم البلد القديمة من هون لحتى نتعرف على أهم حاراتها وأحواشها وزقاقها. تفضلوا معنا. متابعينا منرحب بالأخ كيان المصري، وهو أحد شباب مدينة نابلس المهتمين في البلدة القديمة. راح يرافقنا بهاي الجولة لحتى يعطينا معلومات أكثر عن البلدة القديمة في نابلس. مرحبا أخ كيان، أهلا وسهلا فيك، شرفتونا بمدينة نابلس ونورتونا. أخ كيان، ممكن تعطينا فكرة عن المبنى الموجود إحنا جنبه الآن؟ إحنا حاليا جنب صبانة. هاي الصبانة كانت أحد الأساسات مدينة نابلس بحارة الغرب. تميز نابلس من زمان بالصبانات، كان عندنا صبانة إيش يعني؟ مصنع صابون؟ مصنع للصابون. نعم أوكي. معروف دائما الصابون النابلسي، الصابون النابلسي من أجود الأنواع على بديش أبالغ بس من مستوى العالم، عشان مصنوع من مواد عضوية من زيت الزيتون، هذا بيميزها عن باقي الصابون الموجود حول العالم إنه إشي طبيعي. الآن هاي الصبانة شغالة؟ حاليا لا، حاليا بدها تتحول لمطعم لسليم أفندي، بده يعيد إحيائها من جديد بعد ما كانت شبه مهجورة، فحاليا بدها تتحول لمزار سياحي. نعم. طيب الآن بدي أسألك بشكل عام عن الصبانات في البلدة القديمة اللي مشهورة فيها، هل لازال مصانع صابون أو زي ما بيسموها صبانات موجودة شغالة في البلدة القديمة؟ للأسف الشديد لم يعد الكثير من الصبانات موجودة في مدينة نابلس بسبب قلة التجار. كانت نابلس مدينة تجارية كثير. نعم. واسعة، فكان يجي عليه التجار من أنحاء العالم. نعم. ترى كان يجي من العراق ومن سوريا، كان يجي من الأردن. مركز تجاري كان. مركز. نعم. تجاري. راح نلاحظ لأن شوي في منطقة ما اسمها خان التجار، شكل بالكامل مؤسس للتجار بشكل عام، إنهم يسكنوا بمدينة نابلس اليوم يومين، ياخذوا يتبضعوا من مدينة نابلس خصوصا موضوع الصابون ويردوا يسافروا على دولهم. تمام. طبعا الخان هو يا اخوان هو كان قديما يعني اسمه خان، وهو كان بمكان يعني نزول للتجار زي الفندق حاليا يعني او زي الاوتيل. مظبوط. طيب ممكن نحكي لكم قصه سريعه عن التراث الشعبي. زي ما بنلاحظ عندنا كثير مؤسس موضوع الاقواس وفوقيها المنازل. هون كانت مبنيه على الجيره والمحبه. مثلا نيجي هذا الجار اللي هون للجار اللي جنبه بقول له نتجوز الصبي. بقول له تعطيني كتفك، بقول له كتفي إلك. يعني تسمح لي إني أبني على القوس على الظهر تاع بيتك عشان أبني القوس اللي نبني فيها غرفة للصبي عشان نتجوز فيها. فهون بنت على مبدأ المحبة والجيرة بين الجيران، وتبنت أغلب أقواس مدينة نابلس على المحبة والجيرة. ما شاء الله، جميل جدا. طبعا يا اخوان مدينة نابلس او البلدة القديمة فيها تتميز بوجود العديد من الحمامات التركية. ما بعرف اذا لليوم شغالة هاي الحمامات. صحيح، الحمامات التركية من التراث الشعبي اللي هلا احنا محافظين عليه. كان في له ايام معينة للرجال وايام معينة للنساء، كان يجي يتحمم عليه بشكل استمرار.
لليوم شغالين. لليوم شغالين بنقام فيها الأعراس والجاهات والاحتفاليات، والشباب لهلا محافظين على تراثهم ولهلا بتحموا بنفس الحمامات. بنكمل معكم وراح الآن نتوجه من حارة الغرب في البلد القديمة إلى خان الوكالة اللي كان يجي عليه التجار في البلد هون. تفضلوا معنا. طبعا احنا خلال طريقنا راح نشوف بعض المعالم الأساسية أو المحلات الشعبية أو إلى آخره. هاي احنا عملنا هون بنلاحظ يا أخ كيان هاي الزاوية الصوفية. صحيح، الزوايا الصوفية موجودة بنابلس. يعني طب هاي إيش الآن؟ هاي يعني مكان للصلاة ولا إيش؟ مكان للتعبد صحيح، وبنفس الوقت هي عبارة عن مجموعة من الناس المتصوفين بيطلعوا بالأعياد وبالمناسبات الدينية بحيوا هاي الذكرى. إذا بتلاقي في عندهم طبل وأعلامهم الخاصة. طبعا يا إخوان يعني الصوفيين هم طائفة إسلامية ولكن لهم مكان، يعني هو باعتبار مسجد يسمى بالزاوية. فهذا المكان موجود في بلد القديمة في نابلس، اسمه زاوية الشيخ نظمي. متابعينا الكرام، احنا من مدينة الخليل وجينا اليوم نزور مدينة نابلس والبلد القديمة في نابلس. سجلنا عدة حلقات في بلد القديمة مدينة الخليل، وهينا اليوم في نابلس. حقيقة في يعني وجه تشابه كبير ما بين المدينتين من حيث التصميم المعماري، من حيث الأحواش، قصبة السوق مثلا، القناطر. يعني هون شارع رئيسي بوسط البلد القديمة شبيه بالشارع الرئيسي الموجود في البلد القديمة في الخليل والمسمى بحارة الأزازين. في هناك شيء بنسميه القصبة اللي هي بوسط السوق الطريق الرئيسي، وهون نفس الشيء. وكمان الأقواس الموجودة هون والطريقة المعمارية نفس الطريقة المتبعة في الخليل. وهاي هون اللي الطريق جينا منها هي باعتبار بنسميها إحنا أنطرة أو قنطرة، نفس المبدأ الموجود في مدينة الخليل. طبعاً إحنا في مدينة الخليل اللي قام يعني تم بناء أغلب المباني القديمة، تم بناءها في العصر المملوكي وتم التحديث عليها والإضافة عليها بالعصر العثماني، واللي لليوم موجودة الأثار بشكل واضح المتميزة بالفن المعماري العثماني والمملوكي في مدينة الخليل. وهون نفس المبدأ الموجود بالخليل موجود هون. راح نكمل معكم. طبعا يا إخوان إحنا اليوم يعني هو يوم السبت وفي إغلاق في مدينة نابلس وجميع الضفة الغربية بسبب الوضع وباء كورونا، فالدنيا هي مسكرة بشكل عام، ولكن احنا حبينا ناخدكم بهاي الجولة لحتى تعرفوا الأساسيات. هو بالأيام العادية هذا السوق بكون يعجب يعني بالحياة، هو وسط مدينة نابلس، الحركة فيه كتير قوية، على عكس للأسف مدينة الخليل اللي السوق فيها دائما يعني مغلق ومهمل بسبب الاحتلال الإسرائيلي. اللي بيميز البلدة القديمة في نابلس إنه يعني ما فيها مستوطنين أو ما فيها احتلال إسرائيلي بوسط السوق. طبعاً هون حمام خان الوكالة وتأسس تقريباً بال 1868 زي ما هو مكتوب. طيب كان أول إشي كان موجود لإيواء الجند التركي العثماني، كان هو بتكون من طابقين زي ما أنتم ملاحظين. الطابق العلوي بيستخدم للسكن لنزل الجنود أو كانت للتجار، والطبقة التحتاني كان مكان زي محلات صغيرة كل محل ينحط فيه بضاعة وينصف فيه الأحصنة والجمال عشان يبيتوا الليلة والليلة الثانية يكونوا مسافرين. طبعا زي ما بنعرف زلزال عام 1927 أثر على مدينة نابلس بالأخص، فتهدمت أغلب الحارات الغربية ومنها كان خان الوكالة. وبعديها بال2005 رد إعادة ترميمه، وب2012 ترميمه وتأسس عندنا مكانه حاليا أوتيل خاص بقوى السياح عند زيارة مدينة نابلس. متابعينا راح نكمل معكم، راح نتوجه من خان الوكالة إلى حارة الياسمين في البلدة القديمة في نابلس. تفضلوا معنا. احنا يا اخوان متوجهين باتجاه حارة الياسمينة ولكن من سوق البصل. أخيان احنا الآن جينا من خان الوكالة سوق البصل، هون مفترق موجود في وسط السوق. هون احنا بنسميه المصلب عشان جاي بشكل الصليب. هون بيعتبر زي مفترق طرق بيوديك على أكثر من جهة. هون عندنا مثلا حارة عندنا سوق البصل،
هون بكون خان التجاري، هون اغلبه كله محلات تجاريه. نعم. واللي باتجاه هون بدنا نتوجه حاليا من هاي الجهه لحاره الياسمين. راح نتوجه الآن إلى حارة الياسمين من هاي الأمطرة من هون. تفضلوا معنا لحتى نتعرف على أحد أهم الأحياء الرئيسية في البلدة القديمة. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.